أقرت الأمم المتحدة في ديسمبر من العام 1994 أن 17 من حزيران يونيو من كل عام سيكون يوماً للكفاح ضد التصحر العالمي. يعتبر التصحر من المشاكل العالمية، ففي كل سنة تجرف الرمال 6 ملايين هكتار من أراضي المعمورة، ويعيش زهاء مليار إنسان تحت خط الجوع في الصحاري أو الأماكن شبه الصحراوية. وحسب البرنامج العالمي للأمم المتحدة المهتم بالبيئة، فإن خسارة العائدات السنوية في المناطق التي تتعرض للتصحر بشكل مباشر تصل إلى 42 مليار دولار، بينما مصاريف محاربة التصحر أقل من 1/10 من هذا المبلغ. التصحر والانجراف والجفاف كلها عوامل تهدد أمن البشر، وبسبب عدم ضمان ثرواتهم المائية والترابية فهم يهاجرون إلى مناطق أخرى، وفي اعتقادهم أنهم سيصلون إلى الحاجات الأساسية مثل الماء والغذاء حتى يستمر عيشهم. ويتوقع هجرة 200 مليون شخص حتى العام 2050 بسبب العوامل البيئية. غير أنه من خلال الحفاظ على الثروات المائية والترابية يمكن تحسين ظروف الحياة لهؤلاء الناس، وكذلك يمكن ضمان المستقبل المشترك للعالم وإيجاد البدائل اللائقة لتحسين المعيشة وتأمين المتطلبات. تفقد تركيا كل سنة 1.4 مليار طن من التربة، 500 مليون منها من الأراضي الزراعية، وتفقد كل يوم 400 ألف شاحنة، 20 ألف طن من التربة، وكل ثانية 16 طناً من الأراضي الزراعية بسبب التعرية. عمليات التشجير التي انطلقت لأجل محاربة التعرية تستمر على قدم وساق، وكل سنة تقام ندوات أكاديمية للتنبيه على هذا الموضوع وضرورات معالجته ومواجهة أسبابه وعوامل تمدده.